انا عندي 19 سنه، بدرس في كليه الطب جامعه كفر الشيخ الفرقه الثانيه. انا شغال في مطعم فول وطعميه مع والدي انا، والمحل ده هو اللي ربنا ومن صغري، ودايما بفتخر ان انا بشتغل الشغلانه دي. دي حاجه ما تعبنيش ابدا، وكمان لما اصحابي بيجي يشتروا مني عادي، بتعامل معاهم عادي، بخرج وهم ما بيحسوش ان انا اقل منهم في حاجه، ودي حاجه انا مبسوط منها جدا. يعني بنزل اساعد والدي هنا في المطعم في وقت الدراسه، لما ما يكونش في مع ورايا محاضرات ولا سكاشن ولا حتى مذاكره، بنزل اساعد والدي في اي وقت هو عايزني فيه، ودايما بيقول لي يا دكتور هات كات فول، هات طعميه، يا دكتور هات كذا، ودي حاجه بتفرحني جدا وبتبسطني جدا. الحمد لله احنا عندنا يوم اجازه من المطعم، اليوم ده بيبقى يوم الجمعه، بخرج مع اصحابي في خروجه، بخرج في لعب كوره، بروح العب عادي. انا عايش حياتي طبيعيه جدا، حاسس ان انا مش مهتم من اي حاجه خالص. في شغلي مع والدي بحاول برضه اساعد الناس على قد ما بقدر. بيجي لي ناس يسلموا الضغط او السكر بقيسه، ممكن وانا شغال في المطعم يجي لي ناس يا محمد انا بشتكي من كذا كذا كذا، بوديهم التخصص اللي هو بيشتكي منه للدكتور الفلاني، بيروح فعلا بيلاقي كلامي صح. بصلي الفجر، بفطر، بعدين بذاكر لحد الساعة 7. الساعة 7 بطلع من بيها لكفر الشيخ، بروح كلية الطب البشري، بحضر محاضراتي اللي كان عندي السكاشن بحضرها. طبعا أنا الكلية عندي مفيش أجازات خالص إلا يوم الجمعة بس، وطبعا أيام الامتحانات بقى بتختلف في المواعيد دي، يعني أيام الامتحانات يعتبر ما بروحش المطعم خالص، والدي بيسيبني أريح في البيت عشان أذاكر وأجيب حاجة حلوة يعني. عامل الناس حلوه جدا، لما يجوا يشتروا مني فول وطعميه يسالوني، لما يعرفوا ان انا في كليه الطب يسالوني دايما دايما. الناس بتسالني كده انت ازاي بتفرق من دراستك وشغلك هنا، بقول لهم عادي، بفضل اشرح لهم على المعتاد على طول اللي انا بعمله يعني، ودايما بيفرحوا قوي لما يعرفوا ان انا في كليه الطب وبنزل شغال هنا مع والدي، دايما مع والدي هنا على طول هنا. انا بنصح الشباب اللي ما بيشتغلوش ينزلوا يشتغلوا ويكافحوا ويعتمدوا على نفسهم ويسعوا، هذه أهم حاجة، ولو وقعت وما في تاني.